مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا يوسف ورجعت لكم فيديو جديد لفري فاير. قبل ما نبلش بهذا الفيديو، اتمنى بكل صورة قاعد شاهد هذا الفيديو ينزل لتحت، حط لايك واشترك بالقناة، ولو كان مشترك فعل جرس التنبيهات عشان يوصلوا كل فيديو جديد بقناتي. طيب اساطير، خلونا مركزين بالفيديو تبع اليوم. على شو راح يكون فيديو اليوم؟ فيديو اليوم يا اصدقائي راح يكون على القبضة تبع وان بانش مان. يا شباب، تبع حدث وان بانش مان في القبضة، أنا القبضة ما بعرف اسمها، بس يعني أنا وعدتكم يعني راح أسوي فيديو راح أخذ هذه القبضة. طيب شباب، كما ترون أنا شحنت 1373 جوارة. طيب نروح للاك رويال، يلا افتح افتح. طيب نروح لهون للقبضة، اسمها قبضة وان بانش مان، القبضة الجبارة، القبضة الجبارة. يا شباب ان شاء الله نحصل عليها يا شباب، مو في اللفة الاخيرة. انا طيب لا اعرف حظي، يعني اعرف حظي يعني خايس، بس ان شاء الله انا احصل عليها باخر لفة ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يعني تخلي جواهر في الحساب. يلا يا شباب، نقول هذا اول 200. معناها انا شحنت، معناها انا لفيت يعني من قبل، اخذت هذا من الصناديق، خدت هذوما الصناديق شباب. طيب شباب، وهيك يعني راح نلف 299 جولة، ونقول يا رب يا رب يعطونا، يا رب يعطونا. شو هالحظ خايس شباب، ان شاء الله يا شباب يعطوه هنا يا شباب. هاي القبضة يا شباب قبل اخر لفة، يلا يلا ابلع، يلا اعطونا، اعطينا القبضة. اوه يا شباب والله، ليش هيك يا شباب؟ ليش يعني؟ ليش يا شباب؟ ليش ب600 جوهرة؟ حرام والله. طيب مو مشكلة يا شباب، راح اجيبها يلا. وهيك يا شباب اخذنا القبضة الجبارة تبع حدث وان بانش مان. يلا يا شباب نروح نجربها يا شباب. افرح افرح بيستون، فرحان يعني بالجواهر اللي صرفناها. 1300 جوهرة شباب، باقي يعني 76 جوهرة شباب. هاي هي والله كتير أسطورية. حطوها عرض في الفريق شباب، ونروح نجربوها. طيب شباب، الآن يعني نروح تدريب، شوفها يعني في التدريب، يعني شوفوا هاي القبضة والله أسطورية يا شباب. في القبضة النارية أيضا، ها نزلت يعني من قبل، يعني قبل أشهر، بس أنا ما أخذتها يعني. يلا نروح تدريب ونشوف معنا، نشوف مع بعض يعني القبضة. والله يا شباب شكلها أسطوري يا شباب، القبضة يا شباب شوف يا شباب والله أسطورية، وطلع يعني طلع الصوت أسطورية يا شباب. شوفوها دقيقة واحدة، والله أسطورية يا شباب. هنروح يا شباب ندربه على الثلج في نفس الوقت. يا شباب نخرج كيف نخرج شباب يعني، او هيك يعني نخرج. يلا والله شكلها اسطوري يعني، شكل القبضة يا شباب. هنروح
الجروال هون يا شباب. والله أسطورية يا شباب، قبضة أسطورية يا شباب. طيب شباب خلونا يعني نروح تدريب ونجرب هي القبضة مع بعض، إن شاء الله يا شباب يقدروا يعني بيوافقوا إنه يفنشوا معنا يعني ما يقتلونا. يلا وهيك أحياء. شباب والله ما بيحبوا يعني يفنشوا. يلا ليش 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 بدقتوا يا شباب؟ والله شباب هي القبضة يا شباب كان فيها يعني كان جاي يعني فيها ميزة يا شباب، والله كان كتير أسطورية يعني كانت راح تكون كتير أسطورية. كان يعني القبضة هذه فيها ميزة يعني. والله ما عندهم رحمة يا شباب. ليش هيك شباب؟ والله ما عندهم رحمة يا شباب. بس يلا هذا يعني حاجة شباب، راح أجرب مرة ثانية أقتل شيء أحد يعني. يلا شباب مع الأسف يعني قتلنا أي حد. يلا نخرج شباب. والله كتير أسطورية. تقييمي لهذه يعني القبضة الجبارة يعني تقييمي راح يكون 10 من 10 يا شباب. يعني مازال يعني بقي لها يوم يا شباب وتنتهي هاي القبضة. يعني اللي ما اشتراها يعني يروح يشتريها، والله قبضة كتير أسطورية مع ال يعني تأثيرها تبعها كتير أسطورية. شباب ننصحكم يعني تجيبوها بأقرب وقت، يعني راح تنتهي يعني بعد أقل من يوم، يعني 20 ساعة راح تنتهي هاي القبضة الجبارة. أنصحكم إن تجيبوها. وهيك يا شباب وصلنا إلى نهاية الفيديو تبع اليوم. أتمنى هذا الفيديو عن جد نال إعجابكم، وكان تكونوا ما نسيتوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة، وإذا كنتم مشتركين فعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل فيديو جديد في قناتي. وكان معكم يوسف، إلى اللقاء وإن شاء الله أشوفكم على خير.